السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صغير؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو راح نكمل مسيرتنا إلى المليون إن شاء الله. يعني حاجز مليون نطف ال 100,000. خلاص بهذا الفيديو لازم نطف ال 100,000، لأنه ما عندي 15,000 ناقصني 75,000 85,000 سبعة أبيض. المهم فاليوم لازم نطف ال 100,000 قبل ما ننهي الفيديو. هذا هو الهدف لهذا الفيديو. لقرر إني إشارة طويلة كثير طولت فطولت بهذا الماء، فقلت خلاص لازم أحط لكم أهداف نبسطها أكثر. تمام، فأول إشي خلينا نخلص وبعدين بالارض الجديده نشتري بي كام شفر لي. هون ما راح نشتري بي كام شفر لي. ايش بدنا نسوي هلا؟ بدنا نروح اول شيء وين سياره الشحن، وينها هي. اول شيء راح نفضي هي اول شيء راح اسوي. بعدين راح اجيب التراكتور هذاك اغيره ابدله وروح على الارض رقم 6 نبلش نشتغل فيها. بعدين راح اخذ البي كام او خلينا نترك البي كام هلا قبل ما نمشي بالتراكتور، بعدين نقرر وين بدنا نروح لانه بكير شوي. ما هذا اوف شويش نصفي الصفات انت تماما انت خلاص معلم. خلينا نلفك وتمشي معي الى الارض نبلش نبدلك. والله ما فيها كتير المشكلة يا عم. طيب عندي اقتراح، تعش ولا افكر روح اشتري من قدام اللي هي بتتركب من قدام عشان ما ضل رايح جاي كتير الها، بس ما بدي اصرف كتير. والله لازم نلاقي حل. تمام وقف جاي هون. تمام نزلي صوي باي. اقول لك بس نروح على الشوب نغير الدويليب، لانه هذا راح يصير بس له. نغير الدويليب واحد اثنين. الشيء نسوي من نشتري ماكينه بتتركب قدام، بس تتركب لها جنجل نبس مون. والله انا تاخرت كثير ارضي لهلا ما طلع الموسم عندي. لا والله طلع عليكم بقول لهلا ما طلع الموسم. والله تاخرت كثير يا معلم قسما بالله. واخيرا طلع الموسم عنك يا معلم. طلع الموسم واخيرا صارنا 3 ايام نستنى تحت تشرف الموسم. وقعد رقم 6 تستنى يا معلم. والله افتح سوا خلينا نمشي سوا. هاي الارض رقم 60. شنو المعلم صار الشغل عم بيمشي؟ تمام عم بيمشي. هلا بنروح على الارض رقم شو هاد بيلد بلانك. هون بدك تقص العشب. ما لنا مصلحه شغل طويل يا معلم، بدها شغل وما خرجنا نشتغل. هلا حصاد. والله يا معلم عندنا الحصاد. طيب هاي الحصاد احنا ما عندنا اياها. هي بنستاجرها معلم، بنستاجرها هي والمعدات تبعتها كلياتها هاتون. يعني عملنا لنا شغل من وراها. الارض رقم مش قد رقم 30. وين الارض رقم 30؟ الارض رقم 30 اين انت يا ترى؟ الارض رقم 30 لايكه مني خلف الشوب. تمام بس هون نطلع عليها من هون هيك. تمام حلو. طيب حلو هلا هون عم نشتغل. هون الشغل تمام ذهب، بس لازم نحرك هاي الركس من هون. وقف لي تماما هيك. تمام مان. تماما انت تعال اقول لك شو بدنا نسوي هلا. انت فيك انت لازم تبلش تشتغل يا معلم. هيك الشغل ما عاد يزبط معنا معلم. طول لي بالك نرجع لك انت. طيب بعدين نرجع لك انت كمان. انت معلم انت لازم تبلش شغل. انت لازم بتبلشي شغل. بس خلينا نفضيكي. لازم بتبلشي شغل انت بجد. يعني انت صار وضع عليك كثير صعب. إذا ما بلشتيش تشتغلي بجد يعني وضع جدا صعب يا حليوة. ضل 2% ما قدرت تفضيها عباد. معقول؟ يا له من حظ النفس قسما بالله العظيم. حظ النفس ماشي هالحظ اللي عندي. طيب على كل حال الآن نبدأ. طبعا اليوم ما راح أوفي البنك عشان يكون في علمكم. يعني اليوم الهدف نوصل ل 100,000 بدون البنك تماما. البنك بكره بنوفي، بس وصلنا ل 100,000 بكره بنوفي برد نوصل ل 100,000 تماما. هيك احسن شيء. هلا ايش بدنا نسوي؟ بدنا معلم ناخذ هاي الراس ونروح نركبه بالارض. بس قبل خلينا بس نصف البيكام هيك على اليمين شوي لانه متروس ترس من ورا. بالله عليك بطلبه تعال. والله كانك راح طار. طيب
بدنا نروح على الارض رقم ايش في رقم جي. يا شباب والله العظيم بدكم تشتغلوا وانا بدي اضل اركض وراكم. والله ما يكون لي رقم جي ايش هو. هذا ما عنده سماد. تمام بدنا انت والله لازم نروح نجيب البيك اب. وين البيك اب؟ ايوه البيك اب تاعهم لازم بتروح لازم. مع انه ما كان بدي اروح بس يلا روحوا. بطني بيجي طلع طلع دينا بشان قدامي. نعم هذا يا لطيف هذا هز هز مو هز هز يعني هيك هيك روح يا معلم. يا رب يلا يلا عادي عادي عادي. تارام 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 لازم نهدي لازم نهدي لازم نهدي لازم نهدي. هدي 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 من اللف على اليمين. هدي 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 الحصني عم تفتر بالشوارع. لف 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 معلم طلع شيوي. يا الله نعم نعم شوية شكله هون خرب بالعال محصول. والله شكله راح يخرب ما بعرف هيك حاسس. اي انا ارضي السما استويت كلها. ايوه نص نص. طب ليه ما جبت انت السما رشيت وشلت الورد؟ والله كلامك صحيح قبل ما استوى. والله كلامك صحيح لازم. طبعا ما راح انزل حضر رابط هيك الحبال وبس اصف البيك اب ورا بلشت عبينا نمشي. بس نترك البيك اب هون مو ضروري نحركه. يسر معلم روح انت معلم. والله يا معلم شكلنا بدنا سيارة تاني. لا لا بتلحق بتلحق لك لهون ضل عنا تقريبا شو شوي. تقريبا يعني بنلحق. صف هي هون تمام روح هلق انت تعال خلينا نبلش نشغل فيك. حوج حوج أرض رقم واحد. تماما الآن شلون بدنا نجيب هديك نشيل الراس تبعها. تمام تمام جا 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 جا. لا 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 انت كترتي هيك يمين 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 يعني نقرب لك نقرب. لا ما زبط دخل دخل فوق بالكراج كلك. تمام والله يا معلم الارض رقم 30 قد اللي هو الارض 30. والله ما بده معلم والله ما بده فون مين وينه؟ والله ما في فون، والله كل حال ما بده فون مين. يلا كل حال ما بده. هلا بس نروح خلينا نحطه نسلمه ونشوف هات الارض وهي شغلتها اساسا بسيطة. اعطيني تريلا وحدة ما بده تريلتين يعني حتى. فنبلش نشتغل بالارض رقم 30. وين ارض 30؟ تمام هلا بنطلع اليمين بعدين اليسار. تمام تمام هلا وصلنا الطريق. وانه ارض زراعيه هو كان لازم نجيب هديك معنا بس مو ارض زراعيه وهيك فما لنا بحاجه. هلا بنلف على اليمين ولازم نضل نطالع خريطه صغيره. يب بعدين نقطع القطار بعدين على اليسار. يب على اليسار على اليسار. لف 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 لف. ايوه 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 تماما تماما علينا تماما ليك. هاي الارض وصلنا لها. ايوه
معلمه، لأنه حيكون عندنا جزء من النصيب الشغل، فلازم نشتغلها صح. يب يلا تيسر معلم، هو اشوفك بعدين. انت تعالي بس خلينا نوصلك جنبها وامورنا لوز باذن الله. تماما فولمي، ها اشتغل فولمي. نعم حظي كان انه جايبها معي. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا عادي معلمين. طبعا هو المفروض بحملها الاثنين على جبتها، فتوقع بواحد ولا اثنين. لا اثنين اثنين اجباري، رحلتين لازم لحتى نخلصها، فاذا ما راح تكفينا رحلة، فلازم نحتاج نحن رحلتين. رحلتين نعم رحلتين. هون الارض هي لازم نسلمها مشان ما بكره يجي لنا مخالفه بانه والله انتم تاخرتوا علي بتسليم الارض، روحتوا علي موسمين واللي اشتغلنا كله نخسره لانه اكلتها قبل مره. في واحد بزماني تفهمنت عليه ايش عملت يا معلم، ايش عملت اللي عملته انه وين هو هذا صار فيه هذا رجع وقف هذا ليش؟ لا 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 ليش وقف هذا الاخوان؟ ايش قضية مرة تاني؟ ايش في؟ معقول ما كملت الخط ونصه؟ ايش في؟ في شي غلط خيو؟ امبوسيبل يعني. اه كان مثل شي معلق عليه، انا وصلت عليه قمش. تمام ما في مشكلة. هون بالارض لسه ما خلصت، لسه مطولي. طبعا في شغله، لانه احنا بالارض رقم مش قد رقم الارض رقم 13 نحن حاليا، تمام؟ رقم 13 تمام. رقم 13 نحن عم نشتغل فيها حاليا 56، لسه بدنا هون، لسه بدنا هون، لسه بدنا هون، رقم 6 عم نشتغل فيها. هون بده نرش له سماد بالارض رقم 15. هي هاي. طيب ناخذ العقد منروح نمر عليك، وين المشكله يعني؟ 10000 اشبه ولا شيء. هون ايش ضل عنا؟ طبعا انا في هلا انتبهت اشي كمان جديد، انه هون بكتب لك على تحت محل ما شايف كلمه تحت، فاذا بدك اياها مثلا هيرفس حصاد مثلا مثل كلمه شيء كليتفينج. كليتفينج يعني حرث، يعني هي الارض بدها حرث. تمام مثل هون كريستين حارست، هون هون بده هيرست حصاد، هون بده تنقل ماكينة تنقل بروت سوتنرستن تو سوغر ميت، تنقل عناصر ما لنا مصلحة بالنقل. هون الأرض رقم 23، إيش الأرض رقم 23؟ إيش كان شيء كبير الأرض 23؟ أنت مشتري كل الحصادة، أوف والله كبير كتير. وصل المحراث يا معلم بده 3 ايام تنمشي فيه. طيب هلا في عنا هون خلص هاد، خلينا نروح لعنده. يب هي اخر خط له. طبعا المفروض نحن يكون البيك اب يمنا حتى نسحبه ونجيبه جنبي. طيب بنروح على البيك اب. وين هناك؟ وين 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 وتحت تحت هون على اليسار، هيك لازم يكون مقابلك تمام معلم. يب بدنا ناخذ التريلا نفضي فيها الحمل، او نروح نفضيه بالاساس مو فضي الحمل بس، يعني صار مليان هو اساسا، يعني هي بالاساس مليانه صار. يب بس خلينا نشيلها من الطريق اول اشي. ارجع طبعا وين راح افضي؟ راح افضي هلا هون عندي بالمخزن. ايش في ايش في ايش في ايش في ايش بطل تلف معي. بس هلا بطل يقلب التركتو بيكم لورا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.